مرحبا أصدقائي الشباب وبنات، أتمنى تكونون بخير وصحة وسلامة ودائما مجموعين بأحباكم وعزاكم. وياكم أحمد من قناة 100+. اليوم عندنا مراجعة للعبة هواية طلبوها من عندي صراحة بالتعليقات، اللي هي Plant vs Zombies أو النباتات ضد الزومبي. أوكي، فنزلتها وشوية قلبت بيها. هي تنزل اللعبة على نظام الاندرويد ونظام الاي او اس. هسه انا حاليا قاعد العبها على نظام الاي او اس. اوكي، اللعبة ما بيها لغة عربية. خل ندخل على موضوع ادفنتشر ونلعبها يعني. اوكي يلا. اوكي شباب، هو الموضوع انه اعتقد انه يعني الزومبي حاولون يهجمون على النباتات، والنباتات صد الزومبي. هذول هم الزومبي وهنا النباتات. فهنا اعتقد هاي تعليمية. فاول شيء لازم يقول لك يعني هذا تاب عليه، يعني دوس عليه وحطه هنا زرعة يعني. فهي هاي يعني باعتبار نايس دان. You can also tap on the falling sun. هذني لازم ناخذهن. اوكي، على مود تطينا طاقة، خلنا نسميها على مود نقدر نبني بعد. اي هذا نقدر هسه نبني واحد ثاني هنا نقدر ناخذهن. يقول لك don't let the zombie reach your house، يعني المفروض ما يوصلون الزومبي للبيت مالتك. والله يعني ما ادري، يعني لعبة لطيفة تقريبا. حتى الزومبي شكلهم مضحك يعني. اوكي خلنا نخلي بعد نزرع. اوكي، هي اعتقد هاي المرحله الاولى راح تكون سهله، واحنا هسه قاعد يعني اعتقد خطواتنا صحيحه. لو هاي تعليميه ما اعرف يعني. هسه ما زين دي شمرون. اوكي فاينل ويف، فاينل ويف. هسه اكو ويف جديده يعني اخر ويف، يعني ويف يعني موجه. هاي الشمس بعد ناخذها ونحط هذا هنا على مود نضمن بانه اي زومبي ما يوصل. ناخذ هذه البلانت، هاي انفتحت لنا انفتحت لنا عين الشمس، يعني زهرة عين الشمس. give you additional sun. ها هاي تطينا شنو؟ شموس اضافية يعني. اوكي continue. ها هاي level 1 خلصناه. اوكي نلعب level 2. اوكي play. شنو level 2؟ يلا اي play. اوكي ايش راح يصير هسه؟ او زومبيز هواية. او راح تنفتح لنا يعني ارض اكثر. اوكي اوكي هسه شو نسوي؟ نزرع هاي اول شيء. هاي تعطينا الشموس هواية وناخذ ذني الشموس. اوكي بعد نزرعها ماتين وناخذ الشموس. واحنا طبعا يعني هذني اعتقد الزهور ما تقدر تقاتل يعني، ما تشمر قنابل، لكن هي تعطيك خلينا نسميها طاقة بالمفهوم. اوكي خلي هسه ما نسمع كلامه، هسه نحط مدافع. اوكي اي اجى منا زومبي. زين انا يعني كنت يعني حاسس انه راح يجي منا زومبي. اعتقد افضل شيء انه نسوي سرى، اي سرى مدافع وسرى سرى مدافع وسرى الزهور. والله اجى الزومبي منا، والله زين قاعد يعني دا اعرف شلون لعبة اللعب. اوكي هسه احنا اعتقد بعد مسيطرين، هسه نسوينا سرى مال زهور. اوكي هسه هاي زهرة نخليها هنايا. اوكي اوكي هاي زهرة ثانية نخليها هنايا. اوكي زهرة ثالثة نخليها هنايا. ناخذ هاي الشمس. يلا اي هسه نقدر نخلي لا خليت لو مخلي منها جهة احسن، لو مخلي منها جهة احسن. يلا هسه ملحوقة، هسه هذا نقدر نخليه هنا، خنخليه بالنص. اوكي اذا ناخذهم وخلينا نشوف نقدر هسه نطلع مدفع ثالث. اوكي هو مدفع هذا يعني شنو؟ ما اعرف يعني مدفع ايش. هيوج ويف، يقول لك هيوج ويف راح تجي، يعني موجه كبيره من الزومبي.
اوكي ناخذ نذني الفاينل ويف. اوكي خلنا نحط هنا هذا مدفع. هسه بعد بينا ما نكثر بالمدافع. اوكي مدفع لاخ نحطه هنا. يلا مدفع ثالث. يلا 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 وينك يا سان؟ اه خلصت بعد ماكو داعي. اوكي هسه كولكتنج هاي شنو هاي؟ اجتنا اعتقد فد زرعة اضافية. بلوز بلو اب اول زومبي ان ان اريا. ها هاي تفجر تشيري بومب، يعني عبارة عن قنبلة من التشيري اللي هو شنو كرز، فتفجر الزومبي تفجرهم بالمنطقة. اوكي كونتينيو. اوكي خلص الليفل 2 المرحلة الثانية، وصلنا للمرحلة الثالثة. نلعب المرحلة الثالثة. اوكي الزومبي قام يكثرون، اكو واحد لابس شفقة. اوكي سنزرع ذني كالعادة بالبداية. اوكي ناخذ هاي الشمس عام ونزرع الثانية. اوكي يلا يلا اعتقد هاي البومبس نخليها بالبداية يعني قبل لا يجون. راح يجون الزومبي، راح يجون الزومبي شو بسرعة. اوكي يلا نخلي واحدة. والله ما اعرف عبالك يعني بدأت تصعب اللعبة شوية شوية. اوكي خلينا نخلي هذا هنا مدفع، لان هذا ما نلحق عليه. اوكي هسه خلنا ننتظر بعد. نخلي مدفع اخر اي هنا خلنا نخليه. اوكي هسه بعد نخلي هاي تشيري بومب القنبلة. شنو رايكم شباب؟ صحيح انا دا اصرف لولا. هسه صارت 100 عندي، انتظرها تصير 150 على مود اخلي هاي تشير اخليها هنا. اي هيك تسوي تفجره والله. اوكي هاي يعني تفجير اني، انا عبالي مثل لغم. لا طلع مو لغم. اوكي هسه خلينا نلحق نخلي هنا مدفع على السريع. اي هسه هذا المدفع جاهز نخليه هنا. اوكي اذا هذا اللغم يعني اني، يعني لما نصعدنا فلوس اعتقد مو كلش يعني نحتاجه بالوقت الحالي. اعتقد لما نصير علينا هوسه بس لازم صعدنا فلوس هواية يعني، او هاي طاقة هواية. اوكي هسه هنا نخلي ايضا زهرة. اوكي هذا اعتقد اللي عنده قبعة اعتقد يصير قوي. خلينا نحط له مدفع ثاني. يلا موت انت زومبي. يلا لا وصل. هاي شنو هاي؟ ايهم زين باللحظة الأخيرة خلنا ناخذ ذني، خلنا نحط بعد واحد هنا. لا وين هذا؟ حطيته. ايه يلا هسه خلنا نحط واحد هنا على مود تكمل. اوكي ذني مدفعين يعني اعتقد كافيات. والله اعتقد بعد لازم نكثر بالمدافع يعني مو بالهذا، لانه هذولي مدى يموتون. ليش مدى يموتون؟ اوكي هيوج ويف اوف زومبي از ابروتشينج، يعني وجبه كبيره من الزومبي راح تجي. اوكي هسه احنا شريد اعتقد نحتاج نجمع القنبله. هسه بعد اعتقد نحتاج نجمع القنبله. اي صارت، فهاي نسويها نحطها نحطها لا بالوقت المناسب، لازم تكون بالوقت المناسب. هسه انا قاعد اجمع فلوس، لما يقتربوا منا نحط القنبله. اوكي فهسه احنا مسيطرين. اوكي خلصنا مرحله محتاجين القنبله. هسه هاي شنو هاي؟ بوتيته شنها؟ شنها بوتيته؟ ولنات يعني اعتقد جوز، اعتقد جوز او الماماد ما متاكد بالضبط. لو
لوكاجو ما أدري. المهم يقول لك blocks off zombie and protect your other plants. ها هاي تحجبهم تحجزهم للزومبي وتحمي النباتات الأخرى مالتك. كلش ممتاز. أوكي يقول لك continue يا مرحلة. هاي المرحلة الثالثة. أوكي خلينا نلعب المرحلة الرابعة. يلا المرحلة الرابعة زومبيز كثروا ولابسين شفقاتهم هواية. كبر لي اياها بعد. اوكي مباشرة رأسا نزرع السريع. اذا هاي تحجبهم البوتيتا تحجزهم يعني خلينا نقول تحجزهم. اوكي هسه مباشرة خلي نكمل عملية زرع الزهور. اوكي جت رأسا وجبة مال زومبي. خلينا نحطها هنا خلينا نشوف شلون تحجزهم بالله. اوكي تتبعون وياي شباب بالله. انحجب. اوكي انحجز يعني. يبقى يطول يعني. يلا تتفلش خلينا نقول. اوكي خلينا نحط واحده هنا. اوكي والله حجزته خوش حجزه حجزته. اوكي ممتاز. بعد التفكير اعتقد يلا اوكي لا خلينا نحط هنا مدفع وخلينا نكمل هنا الزهره. خلينا نحط هنا هاي على مود بلوك. اوكي هذه هسه هذه لابعده. هذا الزومبي خلينا نسويه هنا. لا لو مسويه هنا احسن لي. اوكي ليش ما تجي من ناحيه البوتيتا؟ ليش تذبون هذا يعني زغل؟ خلينا نشوف راح يلحق هذا المدفع لو ما يلحق. والله ما اعتقد يلحق. خلي احط له بوتيتا. خلي احطها هنا. لا ما لحقت احطها شباب. اي باللحظه الاخيره تفلش. اوكي مدفع ثاني. احتاج مدفع ثالث هسه. اوكي يلا مدفع ثالث. هذا المدفع اعتقد ايضا يحتاج لوقت على ما يصير. اذا هاي ايضا البوتيتا انا اسميها بوتيتا هي والنوت. اوكي هاي يحتاج يعني ايضا نحطها بشكل اني. اوكي فثاني اعتقد يحتاج نحط هنا مدفعين على مود نكون مسيطرين ويكون محميين يعني المدافع تكون محميه عندنا. اوكي فهسه خلينا نحط هنا زهره. اوكي على متكثر عمليه الطاقه اللي تجينا. اوكي وشنو بعد؟ وهنا هسه احنا شو نحتاج مدفع هنايه. اوكي كلش ممتاز. اوكي يلا المدافع عندنا قليله. اي لان يجون هذول اللي لابسين شفقات يصيرون اقوياء شويه اقوى يعني من البقيه. هاي هنا حطينا مدفع ثاني. اوكي الطاقه ما عندنا بيها مشكله يعني الفلوس ما عندنا بيها مشكله بس على ما يصير المدفع يحتاج لنا وقت. فهسه احنا اعتقد انه احنا بالسيف سايد. اوكي يلا يا مدفع. هذا اخر شيء هنايا. بعدين نبدي نحط الازهار هنايا. اوكي يلا يا زهرة يلا. فلوس ده تكثر عندنا كلش ممتاز. اوكي خلينا نشوف. هذا ايضا تفلش. اوكي هسه ويف ثانية. اوكي فخلنا نخلي مدفع هناية. خلينا نشوف بعد. هسه خلنا نخلي اوكي هسه اعتقد اجا وقت هاي القنبلة. اوكي هاي القنبلة اجا وقتها فخلنا نخليها هنا. خلينا نشوف والله. ممتاز والله هاي رهيبة هاي القنبلة. اوكي خلنا ناخذ ذني كلهن وخلنا نحط هنا بعد مدفع. اوكي خلنا نحط هنا زهرة. والله شباب حلوة اللعبة حبيتها. شو اوكي يعني بيها تفكير. هاي هنا ثلاث مدافع ما تقدر له. اوكي حصلنا شنو هذا يعني شفل شنو ماينكرافت راح تصير. اوكي هذا الشفل يقول لك let you dig up a plant to make room for another plant. ها
هذا تقدر تشيل يعني 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 فتشي زرعته تقدر تشيله على مود تخلي فتشي بمكانه. يعني انت مثلا خطأت تريد تشيل فتشي فتقدر تستخدم هذا الشفل. اوكي كونتينيو. اوكي المرحلة الخامسة، خلينا نلعب المرحلة الخامسة واعتقد راح تكون الاخيرة. يلا ليش يرجعني على المرحلة اللي قبلها؟ بلاي ده اقول له. اوكي ذني ثلاثة من قاعهن. greeting neighbor tap to continue. هاي منو هذا؟ the name crazy dave. crazy dave هذا اسمه crazy dave but you can just call me crazy dave. اوكي اوكي listen I've got a surprise for you. عندي مفاجأة إلك but first I need you to clear your loan. اريدك تسدد القرض مالتك. اعتقد هيك هذا شيء. use your shovel and dig up those plants. اوكي يقول لي هسه استخدم الشفل مالتك على مود تشيل ذني تشيل ذني النباتات مالتك. let the digging commence. يعني خلي الحفر يبدي. فهذا الشفل نحطه هنا. اوكي نشال راسا نرجع نوبة اللخ. او هو مختاري؟ لا 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 لازم نختاره. اوكي راسا نشيله. اوكي اوكي ديف. اوكي جودي. Now for the surprise. Stop to continue. Okay, we are going bowling. ما أعرف شنو يعني bowling. راح يصير bowling شباب. Here's take this walnut. أخذها. Why I'd put a walnut in your hand? ليش حطيت هاي الwalnut بإيدك؟ Because I'm crazy. قول لي أنا مخبل. أنا مجنون. Okay. Now go bowl me a winner. اوكي ما يعني 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 انت العب على مود تفوز يمكن اعتقد هيك قصده. اوكي هاي مدى افتهم هاي المرحله خلينا نشوف. اوكي هسه نختار هذه ونسوي هيك هنايا. اي تفلشهم. اوكي نوبت اللخ مناية. عرفت هذا يحتاج لاكثر من وحده طبعا على مود يتفلش. والله هاي صارت بولينج. اوكي هذا بوحدة يتفلش. هذا لا هذا ابو شفقة. مو ابو شفقة هذا ابو شفقة باثنين يلا يتفلش. اوكي الزومبي ابو شفقة هذا يسموه. اوكي هاي حمراء هاي شو تسوي؟ خلينا نشوف. اعتقد هاي يعني تفجر. اي تفجر شباب عرفتها. فلشت اثنين. اوكي وينهم زين اخذها هاي. اوكي هواية خلي تفجرهم ذولي. هذا يجي مناية وهذا يروح مناية. اوكي يلا بعد هذا يجي منا هذا يروح منا هذا خليه يجي منا عمود يفجرهم ذولي. هذا خليه يروح هنا يلا. بولينج. اوكي هذا خليه يجي منا اكيد راح يعطوني واحده من هذه. هذا خليه يجي منا اكيد راح يعطوني واحده من هاي التفجر. لا مطوني. مطوني من هاي التفجر. هاي شلون لا راح يوصلون للخط. يلا فلش يلا قبل لا توصل الخط انت. اي فلشتك. اوكي جتني هاي ام القنبله خلنا نحطها هناية. اوكي هاي نحطها هناية. اي فلشتهم كلهم. يحتاج لاثنين لهذا. لا بس واحدة كان نحتاج لي. يلا مو مشكلة لهذاك. هاي ام القنبلة خلنا نحطها هناية. هذول كلهم يمكن راح يتفلشون. اي ممتاز. هذا لا راح يوصل ابو العلم. ايهم زين تفلش. هذا بقى اخر واحد. لا مو اخر واحد. هذا اخر واحد. اوكي اعتقد خلصناهم. اي شباب خلصناهم. هاي الجائزة. اوكي ممتاز. اوكي هاي شنو هي؟ هاي البوتيتا. بوتيتو ماين. هاي يعني لغم على شكل بوتيتا. اكسبلود اون كونتاكت بات تيكس تايم تو ارم اتسيلف. ها يقول لك انه تنفجر لما الشخص يتصل بيها. يعني لما يطخها تنفجر وتاخذ وقت على مود تشحن نفسها نوبة اللخ. اوكي شباب
اوكي اوكي شباب، وصلنا للمرحله الساسه، بس انا اعتقد على مود الحلقه لا تطول مضطر انه اختم الحلقه لهنا، وان شاء الله نكمل بقيه المراحل بالحلقات الجايه. ما ادري هي بس 10 يعني مراحل، ما ادري خلينا نشوف. اوكي شباب، لهنا وصلنا لنهايه الحلقه. اذا عجبتكم لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه وشاركوا المقطع بين اصدقائكم، ونشوفكم خير بالحلقه الجايه. كان وياكم احمد من قناه 100 بلس. اوكي يلا باي. والله حلوه.